التصميم كله كله بني كده، ده تحس انه بريحه. لا لا لا، ده فكرته اجمالا كده على بعض قرف. وحش 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 وحش. مين بني اللي رسم التصميم ده؟ ده وحش جدا. مين دي؟ دي هاله المشد. طب وبتاعت ليه؟ هي تايهه؟ انت تايهه؟ لا، دي هي اللي رسمت التصميم ده. ده حلو جدا، ده تحفه، حلو قوي قوي قوي، حلو جدا. جالك ازاي؟ جالك ازاي؟ يعني الفكره جات لك ازاي؟ طب ايه؟ طب وايه؟ ومصحف ما سمعت. طب وايه؟ طب انا الحقيقه مش سامع. طب ابعتها لي مسج لو ما فيش عندك سيجنال، ابعتها لي مسج. مش سامع. طب واللون؟ بني حلو وجميل، حلو جدا البني، حلو. بس انا كنت عايز اسال سؤال بس، هو بني ولا بوني؟ بس رن، بس رن. بس انا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان الفكره اجمالا قرف. شرف، فكره اجمالا فيها شرف، تحس ان فيها شرف كده. لا 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 لا، انت ليه فاكره كل الكلام كده؟ لا فرفشي كده وفرفشي وما تعيطيش وابتسمي وانت وشك جميل. طيب انت خريجه سنه كام؟ 2009، امتياز مع مرتبه الشرف. 2009، ده انت لسه بالكرتونه. لا تمام. طيب اسمك ايه؟ هاله. هاله، اهلا يا هاله، اهلا يا هاله. اتفضلي. ديزاين البوني. انا يا ستي بلبل الشهير بنبيل مسعود، الصخره اللي بتحطم عليها احلام وطموحات كل حد جاي فاكر ان هو عامل حاجه كويسه او ما حصلتش، لان دايما في احسن. انت هتشتغلي معانا هنا، بس بلاش موضوع البوني ده عشان بيضايقني. الحاجه الثانيه، موضوع مرتبه الشرف ده انا عايز نسيب تماما. اوكي، انا عايزك مرتبه سفنج، تشربي وتمتصي الاهانات واخر اليوم تتعزلي تنزلي كل حاجه، عشان احنا شغلنا هنا صعب. تمام. طيب. يخرب بيت امك يا شيخه. لف 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 لف، اول ما تلف هلبها على طول، اول ما تلف هلبها على طول. كده كده كده. ماتت. المهم يا ستي، انا طول عمري بقول رايي بصراحه، بس مهاله يعني ما اعرفش ليه ما صرحتهاش. لف بس، هو ان شاء الله هتكمل. هتلف بايد واحده؟ عيب تسالي سؤال زي ده، ممكن الف وانا سايب ايدي اصلا. ها ها، شوفيها شوفيها في ظهر المضرب جاي الشبكه. طب ارجوكي موتيها لحسن، انا بجد بعرف مدبان قوي. هموتها. لا والنبي. مش يمكن اتكسفت من هلا؟ لا انا بجح. ايه، خفت على مشاعرها؟ ستي ما تولع مشاعرها بجاز. ايه يا حاجه انت؟ الله، انا بس هدقت. ايه يا امل؟ ايه يا امل، انت كده هتموتيني انا. اصطدتي حاجه طيب بعد ده كله؟ لسه، بس هتروح مني فين؟ يعني لا اتكسفت منها ولا خفت على مشاعرها؟ لا. امال ايه؟ ما هو ده اللي انا حاولت اعرفه. ليه انا ما قلتش لهالة لما وريتني الشغل بتاعها ان شغلها يقرف الكلب؟ امل، انا بحب الدبان جدا، بحبه. قلت لك مش هتعرف تلف. هشرب فلتر. وهكح كمان. انت شفت الجمهور، انت كنت شايف حاجه قدامك. ردي بقى يا ياسمين، بقى ردي بقى، حرام عليك. الله يخرب جناب يا باشمهندس، بقى عايزين نروح ننام. اخترت اني لون السيلفر ولا الازرق؟ اصبر اصبر. هاله، انا مش عارف احلى حاجه فيكي انك فعلا بتردي من قبل ما تتصل. ها يا جماعه، ها يا هاله. ايه الملل ده؟ انت بتختاري شبكتك؟ ايه اللي عندك حموضه؟ تحبي اجيب لك حاجه للحموضه؟ انهي لون؟ الفضي. يا ساتر، ادهن يا ابني الازرق. مفيش فكرة، أصله الواحد يعني نفسه أحياناً يبقى مسيطر شوية. إيدن الأزرق، إيدن الأزرق، يلا 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 من هنا. أوعى أوعى، لا 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 لا، أوعى أوعى أوعى. عايزة تشيلي، عيب عليكي، عيب عليكي. معاكي الراجل وعايزة تشيلي، يلا. يا نهار أسود، على فكرة أنا بؤمن جدا بالمساواة بين الراجل والست، أنا عايزة تشيلي، ما عنديش مشاكل. يلا يا بولبول. أوكي يا نهار أسود. أنت كنت رايحة فين أصلاً يا هالة لما كلمتك؟ ما فيش، كنت عايزه اشتري هديه لواحده صاحبتي عيد ميلادها بكره. المفروض مامي كانت تيجي تختار معايا، بس واضح كده انها نامت. وانت كنت هتشتري الهديه من مامتك؟ ايه ده؟
باباكي بقى عايش ولا نايم؟ لا انا بابي ميت الله يرحمه. طيب انا فاضي ما عنديش حاجه، لو تحبي اجي انقي معاكي ما عنديش مشكله. حلوه تقرف، زهقت مش عارف اختار ايه. طب ايه اجرب دي؟ اجرب دي بس مفيش ولا حته فاضيه عندي. ما عندكيش هاتي دي اللي انا ما رشيتش فيها صح؟ اه مش عارف دي ريحتها ولا ريحه ايدك. اجيب ايه طيب؟ اجيب ايه؟ اجرب دي؟ لا مش دي. لا 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 ولا دي مش دي. خلاص بقى يا بلبل اختار اي واحده فيهم، انا كده مش هلحق اجيب هديه صاحبتي. طيب خلاص خلاص خلاص، انا ولا واحده عجباني اصلا. وانا جربت دي. ايه رايك تاخدي لها ساعه؟ وريني كده. والله حلوه ومظبوطه، شمي كده. بس هي مش بتحب تلبس ساعه. بعد ده كله يا هلا. انا برضو. يا ستي خدها لها والله حلوه، يعني هي هتقول لا؟ في فن اسمه فن اختيار الهدايا، مش تأدية واجب كده والسلام.